واخيرا جا الوقت باش غندويو على سوق الاسهم الامريكي دي ستوك مارك. هاد السوق هذا اللي ما كنسمعوا عليه والو في المغرب لان الناس ما تفهمولوش من غير كلكو جروب اللي كيهضروا عليه. بلاتي ما سلمتش عليكم. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. معكم امير الرمال. بالنسبه للناس اللي تعرفوني كيفاشكم مع الكويبا، راني حيدت لكم الشعير، نقصنا شي شويه باش نقص هذا خاصه الحما كنت باغي، ولكن المهم درنا لكم خاطركم تعرفوا راكم معزز عندي. بالنسبه للناس اللي ما تعرفوني مرحبا بكم في القناه، معكم امير الرمال مقدم الفيديوهات في هذه القناه. هذه قربنا نوصلوا ل 100K ان شاء الله قريبا. دونك لكن تجديد ما تنساش تشترك، لايك هذه الفيديو هذه، تضغط على زر الجرس باش يوصلوك كاع الفيديوهات اللي كندير. بلا ما نطول عليكم ندخلوا صوب الموضوع. اغلبيه ديال الناس في المغرب اللي كيبغيو يبداو في التداول كيوقعوا في واحد المشكل اللي هو اننا كنمشيو نيشان واحد السوق اللي كيتسمى الفوركس. كنعذركم وما كنلوم حتى شي واحد، لان في المغرب اون جينيرال عندنا التداول يساوي الفوركس، ولكن اللي خاصكم تعرفوا بان الفوركس سي جوست ان مارشي فينانسي او سوق مالي من بين بزاف الاسواق الماليه اللي كاينين بحال الكريبتو موني، بحال ستوك ماركت، المؤشرات او لي زانديس، وكاين بزاف ديال الاسواق الماليه اللي غادي نخليهم نهضروا عليهم من بعد. الموضوع اللي كيهمنا اليوم هو السوق ديال الاسهم. عامه في المغرب كيسحبهم السوق صعب جدا في التحليل، سوق ماشي اي واحد ممكن يدخل له، وهادو هما المعلومات اللي عند غلطه بزاف ديال الناس وكيطيحوا في الفخ ديال سوق الفوركس اللي كيجيهم في الاول سهل، وين ما تعرفوش بان في اخر المطاف غادي يخسروا كاع فلوسهم في دوك الاسواق ديال الفوركس. اليوم غادي نعطيكم الخطوات كامله والجايد لاين الشامل باش تقدر تانفيستي لاول مره في سوق الاسهم ديال الشركات، لان ما فيهمش لو ريسك بزاف وعندك فرصه تربح اكثر في هذا السوق هذا مقارنه مع سوق اخر. غادي نشوفوا المزايا ايضا، وغادي نشوف معك خطوه بخطوه تقدر دير اول استثمار ديالك في الكونت ديالك. دابا الا كنتي مستعد وشد معايا ورقه وستيلو ونوطي هادشي كامل اللي غادي نقول لك على بركه الله. اول حاجه خاصك دير هي تمشي تقلب على الوسيط او البروكر اللي خاصك تمشي تخدم فيه. بالنسبه للناس المبتدئين ما غاديش يفهموا شنو هو الوسيط او البروكر، انا غنقول لكم بالدارجه. البروكر هو السمسار، كيكونوا تقريبا ثلاثه ديال الناس في هذه العمليه ديال الشراء والبيع ديال الاسهم او ديال الفوركس او اي حاجه. كيكون العامل هو انت، تيكون الوسيط اللي هو البروكر، اي تيكون البنكه. هذا الوسيط هذا كيتوسط ما بينك انت والبنك. ملي كتبغي مثلا تشري شي حاجه كتقول له مثلا سري لي اربعه الاسهم ديال امازون، هو كياخذ داك الاوردر وكيمشي كيشري من عند البنكه وتعطيك انت. انا غتقول لي امير ايوا ملي كيدير هذه العمليه هذه راه بيان سور تيتخلص، هي ما غيديرش هادشي فابور. ملي كياخذ كيدير لك ديك العمليه تياخذ سكون ابل دي كوميسيون في السبريد، يعني الا كان مثلا السهم داير 41 هو تيحسبوا لك 1.41 وكيدي ديك 1 سنت اللي زايده. بيان سور تيخصكم تقلبوا على لي بروكر اللي تيعطيو دي كوميسيون اللي قلال باش ما تضيعش في دوك لي كوميسيون، لان الا جيتي تجمعهم في الاخر الشهر تيكونوا فريمون بزاف. وكان واحد البروكر اللي معروف سميتو ايتورو، كان صراحه تيقدم واحد السيرفيس زوين في هادشي ديال لي زاكسيون، ما كنتش كتخلص عليهم حتى شي حاجه لا بالنسبه للتحفيظ لا بالنسبه لي كوميسيون اللي باغي تداول يوميا. واني مالوغوزمون ديرنييرمون سميتو المغرب تبلاك ليست من عندهم، ما بقاتش الامكانيه بالنسبه للمغاربه اللي عاد باغيين يفتحوا كونت معاهم، ولكن الناس المغاربه اللي ديجا فاتحين راه غادي يبقى لهم الكونت مع عندهم، ماشي يخافوا لان ديجا دويت عليهم دويت معاهم على هذا الموضوع هذا. ولكن هذا لا يعني بان ما بقاوش دي بروكر اخرين، كاينين بزاف. كنصحكم غير تقلبوا سوغ انترنيت، دائما قراو على البروكر شوفوا شنو تيقترح. الا جيت تسولوني انا راكم عارفين معاهم كنخدم، تخدم مع تي او ماركت تقريبا هذه 3 سنين الحمد لله، بروكر ثقه كنلقى فيه كاع الاسهم اللي كنخدم فيهم وكنسري فيهم، وعندهم لي كوميسيون فريمون قلال بزاف. او كاو كنتي كتقلب على شي حاجه راه غتلقى صندوق الوصف الفيديو اللي غتوريك كيفاش دير تحل الحساب معاهم وتعرف المزايا اللي عندهم في صندوق الوصف، غتلقى كلشي مكتوب تما. دابا غندوزو الخطوه الثانيه اللي هي خاصك تعرف لا استراتيجي اللي خاصك تخدم بها. عندك جوج ديال الاحتمالات، سواء غادي تكون مستثمر كدير الاستثمار، سواء غتكون متداول كدير التداول. شنو هو الفرق بيناتهم؟ المستثمر هو اللي غادي يحط فلوسه وغادي يشري اسهم واللي غادي يخليهم في لون تيرم، ما غاديش يبقى كل مره يشوف الشارت، كل مره خاصو يخرج يدخل. لا كتشري السهم كدير الاختيار ديالك كدير التحليل ديالك وكتشري وكتقول من 10 سنين غادي يوصل هذا النيفو هذا عاد ساعه نخرج الارباح ديالي. هذا المستثمر. كاين المتداول هو اللي كيبغي يتداول كل يوم، عنده ديك الرغبه عنده ديك الحماس اللي يبقى كل نهار كيدخل ويخرج ويربح الفلوس ديالو ديلي، هذا كيسمى المتداول وكتكون استراتيجي ديالو شورت تيرم. اوكي الفرق بيناتهم هو المتداول تيخدم بالليفريج، يخدم بالليفي دو لوفي او ما يسمى باللغه العربيه الرفيعه الماليه، والمستثمر تيخدمش بالليفريج، بالعكس كيشري القيمه ديال لاكسيون
كيف ما هي في السوق. تقول لي امير شنو هي الرافعه الماليه؟ وخا صراحه خاصة فيديو بوحده باش نسهل لكم مزيان ونعطيكم غير نبذه باش تفهموا ونخليكم تقلبوا عليها. الرافعه الماليه البروكر كيسلفك الفلوس وخا ما يكونوش عندك. مثلا الا كانت عندك 100 دولار وكانت عندك رافعه الماليه ديال 1 100، بحال لي البروكر غادي يسلفك 10,000 دولار. الا دخلتي مثلا وحطيتي 100 دولار في واحد لابوزيسيون، البروكر غادي يعطيك 9,900 دولار، وانت ديك المية كتكملها من عندك. الا ربحتي مثلا 1%، غتلاقي راسك رابح 100 دولار، يعني في الطوطال غتولي عندك 200 دولار. الا صدقتي خسرتي 1%، صحيح غادي تلقى راسك رابح يلا مع 100 د الماط لي كومونتير قولوا لي شحال. الا خسرتي 1% غادي تخسر، غادي يمشي لك الكابيتال كامل، 100 دولار كامله غادي تمشي لك. هذا هو لافونتاج ولا انكونفينيون، ممكن يعطيك الفلوس باش تربح اكثر، ولكن ممكن تعاوتاني تخسر كلشي. ماشي بحال ملي كتكون عندك ليفريج ديال 1-1 اللي هو بدون رافعه ماليه، ممكن تشري شي سهم او لشي حاجه وخا توصل للزيرو ما كتسماش خاسر، لا فالور تطيح، ولكن كيبقى دائما عندك داك تيتخلي شاريه. هذا هو الفرق بيناتهم. دونك خاصك ديسيدي اين بروفي غادي تكون، واش مستثمر اولا متداول، وخاصك تعرف باش تخدم واش برافعه ماليه اولا بدون رافعه ماليه. دابا ندوزو للخطوه الثالثه. الخطوه الثالثه هي لا بلاتفورم. خاصك تعلم وتعرف اين بلاتفورم غادي تخدم فيها. كاينين دي بروكر بحال اللي كنا قلنا ديال ايتوروت، يكونوا هما عاطين البلاتفورم في وسط السيت ديالهم وتخدم بها في وسط السيت، ما كتقدرش تقلب عليها من بعد. مي مثلا دوت بروكر والاغلبيه ديالهم كاين بزاف ديال البلاتفورم، كاين مثلا نينجا تريدر، فاينامارك، كاين ام تي 4، ام تي 5، كاين بزاف. انا شخصيا تخدم بام تي 4 ام تي 5، ويعني اللي باغي الاسهم الامريكيه كننصحو بام تي 5 لان تما تلقى كاع الاسهم وموجودين بكثره. وما تجيش تيليشارجي لا بلاتفورم ام تي 5 من ميتا تريدر نيجان، لا خصك تقيد في شي بروكر وتماك عندهم تيليشارجي ام تي 5. نعاود نقول لكم مره اخرى في الفيديو اللي كنت شرحت كيفاش تقيد مع تي او ماركت، كنت وريتكم كيفاش ديروا تيليشارجيو منصه. اون فيت ديك المنصه كتكون هي نورمالمون ما تابعاش لذاك البروكر، ولكن بحال اللي دايرين ان بارتناريا كتلينكا مع البروكر ديالهم وكتولي كتريد ديك الفلوس مع داك البروكر ديالك، فهمتيني؟ يعني ميتا تريدر او نينجا تريدر او اي بلاتفورم ممكن تريديها مع بزاف ديال لي بروكر. كل شركه عندها تعاقد مع اون بلاتفورم محدده، فهمتي؟ دابا البلان. رابع خطوه هي خاصك تحل كونت تجريبي او ما يسمى بكونت ديمو. لان المبتدئين في الاول تيكونوا متحمسين باش يبداو يستثمروا ويحطوا اول دولار ديالهم ويبداو بالتداول به، ولكن غادي يوقعوا في شي اغلاط اللي غيضيعوا فيهم الفلوس بواحد الطريقه اللي سهله وحرام يضيعوا دوك الفلوس هكاك. سي بور سا سي خاصك تجرب داك الكونت التجريبي ديالك او الكونت ديمو، دير دوك الاغلاط ديالك، دوز ديبوزيسيون غير هكا غير باش تعلم داك لي في شنو كيدير، تشوف ملي كتربح باش كتحس، ملي كتخسر باش كتحس. واخا دوك الفلوس ماشي غير، ولكن كتعطيك واحد النبذه هذاك التداول او هذاك الاستثمار اللي غادي دير. دونك كنصحكم دائما تبداو بكونت تجريبي، تعلموا فيه، تغلطوا فيه، باش ان شاء الله تمينيميزيو لو ريسك ديال شي مارجين كول تقدر توقع لكم في الكونت ريال. عاد ديك الساعات ممكن تحطوا الفلوس ديالكم في كونت ريال وممكن تبداو. دائما كونت ديمو عاد موراها كونت ريال. وبيان شور هذه نصيحه نعاودها في كل فيديو، عمرك تانفيستي شي فلوس اللي غتحتاجهم من هنا شهر شهرين او من هنا عام 3 سنين؟ دائما انفيستي فلوس اللي ما غاديش تحتاجهم واللي ما واقفش عليهم واللي مستعد تخسرهم. هذه نصيحه من وزاره الصحه. خامس حاجه هي باش تعرف تختار الاسهم اللي تقدر تانفيستي فيهم، وكيفاش نجيب دوك لي نيوز اللي غادي يعاونوني نشري او نبيع شي شركه. كاينين بزاف ديال لي سيت صراحه اللي تيعطيو هاد لي نيوز هادو، ومنهم عدد. انا صراحه شخصيا فين تنخدم في زون بورس او في انفستين، تما كيعطيو بزاف ديال لي نيوز على الشركات. سينو من بعد ملي كتولي عندك واحد لا ليست ديال الشركات اللي كتبغي تخدم فيهم تانفيستي فيهم. مثلا انا صراحه عندي مثلا امازون، عندي نتفليكس، عندي فيسبوك، عندي ام سي، عندي بزاف، كاينين بزاف. هذوك تنبقى دايرهم في لي فافوري عندي مثلا في لا بار دو ريشيرش ديالي، ومني كنمشي في لاكتواليتي ديما كيطلعوا لي النيوز ديالهم وكنعرف شنو كيديروا. مثلا نتفليكس مؤخرا عرفت بانهم غادي يديروا واحد ستور اللي غيبقاو يبيعوا فيهم لي تيشيرت، فيهم الديزاين ديال دوك المسلسلات ديالهم. بحال هاد المعلومات هادو تيعاونوا باش يطلعوا القيمه ديال السهم. باش نقول لكم التحليل سهل فيهم، يعني تقدر تبع غير النيوز، تعرف غير البيلون ديالهم شحال خرجوا، واش ايجابيين او سلبيين، وغتعرف واش خاصك تبيع او لا تشري. هذا هو لافونتاج ديال سوق الاسهم. حاجه اخرى غتقول لي امير بشحال ممكن نبدا في سوق ديال الاسهم؟ على حسب كيف ما قلت لك، واش باغي تستثمر او لا باغي تداول. لكن انت باغي تداول كنصحك زعما تقريبا تبدا بواحد 1,000 دولار 2,000 دولار، مزيانه الصراحه. ممكن تبدا حتى ب 500، هذا هو لو مينيموم. لكن انت غتخدم بالرافعه الماليه، واني قل منها غير غتلوح فلوس في الماء وغتقول لهم صافي زعما بحال اللي غتسمح فيه. بالنسبه لواحد باغي يستثمر، ما شوف ماشي شي واحد يقول لك لا خاصك مينيموم 10,000 دولار ولا شي حاجه،
كونت الاستثمار تيكون داير بحال الكونت ديال الادخار، ممكن تبقى تزيد فيه كل شهر انت كتجمع وكتزيد تانفيستي، ماشي ضروري خاصك تجمع دقه واحده وتحطها، لا بالعكس. يعني ريكابات النقطه الاخرى، تي خاصك تبقى تتبع لي نيوز والتحاليل اللي كاينين السوق اللي غادي يخرجوا، لان غادي يعاونك باش تاخذ لا ديسيجن. بيان سور تي خاصك شويه تكون عندك معلومات على اناليز تكنيك، خليك دير غير التحليل الفني او التحليل الاساسي في جوجل، وغتلقى بزاف سيرون كاين في الجروب تيليجرام اللي كنحطكم دائما، كاين مجموعه ديال الكتب تلقاو تما بوكس اوف تريدين وقيله لتحت، مجموعه ديال الكتب اللي ممكن تعلموا فيها تداول فابور، وحطيتين فابور تما ما غتخلص عليهم حتى شي حاجه، غير دخل واستفد. وثاني حاجه ممكن تدخل تبع دي جروب اللي كيلوحوا مثلا هكا دي ريبورتس على هذا الشيء ديال هذا ديال الاسهم دي سينيو، بحال الجروب ديال اي ال اللي تنقول لكم دائما، كيعطيكم توصيات مجانيه ودي ريبورتس وحصص مجانيه في تداول كل حد. دونك ممكن تدخل تشوفوا لكم تيليجرام ديالهم هنايا وغادي تستافدوا. حاجه اخرى بالنسبه لمسائل ديال التحليل الفنيه، راه كاينين دي كور مجانيين، ما حتىش في الاول تانفيستي في شي كور، حاول تخدم غير بداك الشيء اللي مجاني، واخا ما تنقولكش انا ما تمشيش تشري شي كورس، لان ما غنكذبش على الله تعالى انا شريت كورسات واستفدت منهم بزاف، ولاني ممكن تبدا في الاول غير داك الشيء اللي غاتوي، عاد من بعد تبغي ان اكومبانيمون ولا شي حاجه بلو افونسي ممكن تاخذ شي كور في النت، راهم موجودين، ولاني من الناس اللي ثقه بيان شو كيف ما تنقول لكم دائما. وحاجه اخرى، راه في لاباج ديال ايرن تو تريد اللي كندير فيها فيديوهات، راه كنعطي انا شخصيا كندير لكم فيديوهات باللغه العربيه وفابور ديال الاستراتيجيه ديال التريدينغ، لي زانديكاتور، المؤشرات، فريمون غير باش يستافد. دخلوا تلقاو حتى هي في الليا، شوفوا لي فيديو وبصحتكم واستافدوا مع راساتكم. ايوا سيدنا، الخطوات هما هادو، نتمنى تكونوا استفدتوا، ولا كانت عندكم شي كومونتير اولا شي راي اولا شي اقتراح بغيتونا نديرو في القناه، ان شاء الله راكم عارفين في لي كومونتير كتبوا لي تما لكن نتوما متفقين معايا في هاد الخطوات اللي قلت لكم. خليو لي لايك، ما تنساوش تبعوني في انستغرام باش توصلوا بكاع المعلومات الحصريه حول موضوع التداول، الا لقيت شي سهم انتريسون ولا لقيت شي كريبتو موني انتريسون، باش ما تزغلوش الفرصه، لانكم ديجا زغلتوا واحد الفرصه ديال واحد الكريبتو موني واعره بزاف. تلقاو في انستغرام كيف ديما، التشجيعات ديالكم راه تعاونوني باش ندير فيديو كثار ونعطيكم معلومات كثار. نشوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله، تشاو.